مشاهدينا، وللحديث عن واقع الكهرباء في العراق والفساد الحكومي المرافق لعمليات النهوض بقطاع الكهرباء والطاقة، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام وأهلا بكم ومن مشاهديكم الأكارم. حياكم الله دكتور. يعني منذ عام 2005 وحتى الآن، يعني ألا تراها فترة كافية لتطوير قطاع الكهرباء بعد صرف المليارات عليه؟ ما هي الأسباب الرئيسية للفشل في النهوض بواقع الطاقة في العراق؟ باعتقادي إن ما صرف نهب من ثروة العراق، نعم، أكثر من 80 مليار دولار خلال هذه الفترة، نعم، صرفت على أساس ممكن تأسيس قاعدة مادية للكهرباء في العراق، ولكن للأسف قام البعض من وزراء الكهرباء بتفتيت هذه المبالغ وسرقتها ونهب ثروة العراق منها، ولم يأتي أي أحد منهم بشيء جديد حتى نفهم أن الأمور التي تسير حالياً هي ضمن مخطط مدروس، وإنما هي وعود كاذبة ليست صادقة أبداً. ولذلك ما على سبيل المثال كلنا شاهدنا أن وزير الكهرباء الشهرستاني، نعم، يوعد العراقيين بمجيء الكهرباء وحتى ممكن بيع الكهرباء إلى دول الجوار، وهذا لم يكن أبداً. والسامرائي كذلك وآخرين ممن أتوا إلى هذه الوزارة كلهم هدروا أموال هذه الوزارة دون أي صياغة لمشروع، نعم، جاهز من أجل تأسيس هذه الكهرباء وأعطائها للشعب العراقي. طيب، أيضا هناك شركات عالمية رصينة دخلت إلى العراق ولها اسم في قطاع الطاقة، من ضمنها مثل شركة سيمنز الألمانية. لماذا لم تنتج شيئا على أرض الواقع في العراق؟ كيف أثرت البيئة السياسية على عدم إنجاز أي شيء على أرض الواقع؟ باعتقادي أن هناك صراع، الأمريكان لا يريدون هذه الكهرباء أن تأتي للعراق وفق اتفاقيات ممكن أن تحدث مع شركة سيمنز، لأنهم يريدون جنرال إلكتريك التي هي الشركة الأمريكية هي التي تقوم بهذا العمل، نعم، ولذلك عرقلوا هذا المشروع. الأمريكان الآن وكل المحتلين لبلدنا كلهم يريدون أن يبقى العراق كما جاءوا بهذه النتيجة النهائية، وهي تدمير العراق وبالذات ثرواته تختصب وتسرق، إضافة إلى ما قاله جيمس بيكر أنه العراق يجب أن يعود إلى العصور الحجرية. ولذلك يعيش المواطن العراقي هذا اليوم بظلام معتم بدون أي كهرباء ممكن أن تقدر بنسبة معينة، مرتين ساعتان، مرتين ثلاث ساعات، مرة ولا ساعة. صحيح. عند بعض المناطق التي هي في الوسط والجنوب مثلا. نعم. طيب، لماذا يعاد زج اسم إيران في كل الملفات رغم معرفة العراقيين للأضرار الكبيرة التي سببتها إيران على مستويات كثيرة وملفات كثيرة في العراق؟ ما المانع من إيجاد شركاء جدد يشاركون في رفض العراق بالطاقة؟ هل للعراق أصلا اليد أو القرار باختيار شركاء غير إيران؟ إيران باعتقادي هي معرقل أساسي لوضعية الكهرباء في العراق، نعم، لأنه هي المستفيدة من هذا، من إعطاء العراق كهرباء وإعطاء غاز من أجل أن يضخ هذا الغاز في مولدات كهربائية نسبيا موجودة في العراق بشكل لا يقدر، نعم، بأهمية، لأنه قليلة النسب. ولذلك الإيرانيين لديهم فكرة أن يبقى العراق معتم من أجل أن تصلهم مبالغ من الدولارات من العملة الصعبة، بحجة أنه هم يضخوا
الغاز وكذلك الكهرباء إلى العراق، وهذا يتم نتيجة وجود حكومة من الحكومات التي هم يعينوها وهم يريدون من يكون وزيرا للكهرباء عن طريق ذيولهم المتواجدين ضمن هذه الحلقة التي جاءت بمحمد شاع السوداني مثلا كرئيس لمجلس الوزراء وقائد عام للقوات المسلحة. طيب، معهد الشرق الأوسط للدراسات يقول أن العراق لا زال يحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط ويعتمد على الغاز الإيراني في الوقت الذي هناك ضررين: أولا البيئة تتضرر بسبب حرق الغاز المصاحب، إضافة إلى هدر 2.5 مليار دولار سنويا من عدم استغلال هذا الغاز. لماذا لا يستغل العراق الغاز وهو لديه بكميات كبيرة؟ لأنه إيران تعرقل كل المشاريع التي ممكن أن تحدث في هذا المجال، وهناك شركات صينية مثلا قدمت عقود إلى العراق وللأسف لم توافق عليها الحكومة العراقية، وإنما أبقت الباب مفتوحا أمام الحكومة الإيرانية بتجهيزها بما يبلغ حوالي 18 مليار دولار سنويا. هكذا يدعي الإيرانيين أنهم جاءوا بهذا المبلغ إلى العراق لأنهم يعطونه كمية معينة. طيب من الكهرباء. دكتور، على ذكر الـ 18 مليار، يعني هل تعتقد أن حكومة السوداني قادرة على الإيفاء بعودها كالحكومات السابقة التي ادعت توفير الكهرباء وهي سلفا قالت أن إيران مديون لنا أو العراق مديون لإيران بـ 18 مليار؟ أنا باعتقادي كلها عهود تعطى من قبل الحكومات ورؤسائها وكذلك الوزراء، نحن سوف نعمل كذا وكذا، لكن للأسف كل هذه العهود لا تبدي أي جهد معين، لأنه العناصر اللي موجودة داخل الوزارة ورئيس مجلس الوزراء ليس لهم إمكانية فنية وعلمية وممكن أن يخططوا لوضع العراق على السكة الصحيحة من أجل السير قدما بتغيير هذا النمط، وإنما أنا أجد أنه عندما نتخلص من الاحتلالات لبلدنا وترك العراق شعبه هو اللي يقرر مصيره، هذا هو الحل الوحيد اللي ممكن أن نبدأ بحركة تحرر وطني من أجل سيادة العراق حتى نقضي على كل هذه التجاوزات التي تحدث داخل بلدنا. شكرا لكم دكتور من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، نشكركم على حضوركم معنا.